التقى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي أعضاء الجمعية الوطنية للمجلس في محافظة المهرة المشاركين في الدورة الخامسة للجمعية الوطنية. وأحث الزبيدي قيادات المجلس وأعضاء الجمعية بالمهرة على التقرب من المواطنين وتلمس همومهم ومشاكلهم، مشددا على ضرورة أن تسهم الأنشطة المنفذة من قبل القيادات أو المنفذة من قبل القيادات المحلية في التخفيف من معاناة المواطنين في المحافظة بشكل عام وفي المديريات النائية والصحراوية التي تفتقد لأبسط مقومات الحياة بشكل خاص.